لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. وفاة الأستاذ محمد الركابي أستاذ اللغة الإنجليزية، وسبب وفاته الحقيقي يهز العراق ويصدم الملايين. بس قبل ما نبدأ الفيديو، من فضلكم ادعوا له بالرحمة في خانة التعليقات وصلوا على سيدنا محمد الصادق الأمين. محمد الركابي هو يوتيوبر شهير يقدم فيديوهات تعليم اللغة الإنجليزية بطريقة شيقة. توفي اليوم في 12 أغسطس 2024 بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان. يبدو أن الأستاذ في اللغة الإنجليزية محمد الركابي الذي يسكن في محافظة النجف الأشرف كتب له أن يكون محاربا طوال سنوات حياته. الركابي الذي أصر على محاربة الجهل وضرورة تعليم الأجيال حتى في الأوقات الصعبة كان يعاني من ظروف صحية صعبة، وللركابي قصة في محاربة الجهل، فقد اتخذ من رسالته في التعليم موقفا كبيرا لتعليم الأجيال على مختلف الأعمار من خلال افتتاح قناة له على اليوتيوب يقدم فيها متطوعا محتوى عن اللغة الإنجليزية في المناهج الدراسية. وقد ساهم هذا الأمر بمساعدة الطلبة الذين ينتمون للعائلات المتعففة التي لا تتمكن من إرسال أبنائها إلى المدارس الأهلية أو إدخالهم في معاهد التقوية في ظل تراجع التعليم في العراق. تحول الركابي من محارب للجهل إلى محارب للسرطان بعد اكتشافه مؤخرا أنه مصاب بمرض سرطان الدم ويعاني من ظرف صحي صعب في الفترة الأخيرة. وخيم الحزن على الوسط التعليمي والإلكتروني في العراق برحيل أستاذ اللغة الإنجليزية محمد الركابي بعد صراع مرير مع مرض السرطان. كما أن محمد الركابي متزوج وله أبناء ويحظى بشهرة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي ويمتلك قناة على منصة يوتيوب حيث بلغ عدد المشتركين في قناته أكثر من 300,000 مشترك. وولد محمد الركابي في محافظة النجف ونذر نفسه لنشر العلم والمعرفة عبر قناته الرسمية في يوتيوب، واتخذ من اللغة الإنجليزية جسر للتواصل مع العالم حيث تميز بأسلوبه البسيط والسلس في الشرح الدقيق. لذلك فإن الركابي ترك بصمة لا تمحى في نفوس آلاف الطلبة والمهتمين بتعلم اللغة الإنجليزية، ليس في العراق فحسب بل في جميع أنحاء العالم العربي. لم يقتصر نشاط محمد الركابي على قاعات الدراسة بل امتد إلى عالم الإنترنت، حيث أسس قناته وبلغ عدد الفيديوهات التي نشرها 109 فيديو. وبعد تقديمه دروس التقوية مجانا في مادة اللغة الإنجليزية في تطبيق يوتيوب، توفي الشاب محمد الركابي الذي قدم نفسه لخدمة المعرفة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر تقديم دروس اللغة الإنجليزية، والذي رحل بعد عناءه من المرض العضال. أصيب الركابي بمرض السرطان المتقدم الذي أجبره على التوقف عن تقديم دروسه بسبب تأثيره على صحته وفقدانه للوزن. لم تقوض تلك المحنة عزيمة الركابي، بل أظهر شجاعة وإصرار كبيرين في مواجهة المرض مستمرا في تقديم المحتوى التعليمي كلما سمحت له صحته بذلك. وقال هاشم الرماحي بعد نضال طويل مع مرض السرطان: مدرب اللغة الإنجليزية محمد الركابي يفارق الحياة، خسرنا طاقة شبابية ذات محتوى تعليمي عالي، إن لله وإنا إليه راجعون.
كما تولت التعليقات على وفاة الركابي قائلين: اللهم ابدله دارا خيرا من داره، وادخله الجنة، وأعزه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. اللهم أجزه عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا. اللهم إنه كان محسنا فزد من حسناته. اللهم ادخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب. اللهم آنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته. اللهم انزله منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين. اللهم أنزله منازل الصدقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم أمين. الله يرحمك محمد الركابي. نسأل الله الدعاء بالإخلاص له والمغفرة. اللهم ارحمه وأسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين. كما قال حساب آخر في جروب التعليم العراقي: بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. يحزننا أن نسمع برحيل الأخ الأستاذ محمد الركابي بعد صراع طويل مع المرض، إلا أنه أمر الله سبحانه وتعالى ولا اعتراض عليه. نعزي أسرة الأستاذ الركابي ومحبيه، ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يجعل من علم المرحوم ودروسه النافعة صدقة جارية ينتفع منها كل مريد. إنا لله وإنا إليه راجعون. كما نعت الصفحة الرسمية للأستاذ محمد الركابي في فيسبوك وفاة الأستاذ: دعين الله أن يسكنه فسيح جناته. وإن هالت التعازي من مختلف مناطق البلدان العربية مثل مصر والسودان وكذلك المغرب. وقال مكتب الأستاذ محمد الركابي: بسم الله الرحمن الرحيم، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. ببالغ الحزن والأسى انتقل إلى جوار ربه الكريم مدرب اللغة الإنجليزية الأستاذ محمد محسن الركابي، شقيق كلا من الدكتور عمار والمهندس الدكتور حسين والدكتور أنمار والأستاذ علاء والدكتور مصطفى نتيجة مرض عضال، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. وإنا لله وإنا إليه راجعون. سيتم الإعلان عن الفاتحة حال وصول الجثمان. آخر كلمات الأستاذ محمد الركابي قبل وفاته بلحظات: لم يبق لي سوى الأمل للتشبث بهذه الحياة، وهو أكثر من كافي بوجودكم معي. شكرا لكم على الدعم والمحبة. وبكده يا جماعة نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو. شكرا ليكم على حسن المتابعة. استنونا الفيديو الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.